تمام، بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة خالص. طب تعالوا لحد ما يجيب لي الصينية، هنعمل الخلطة اللي أنا هحطها على الفرخة عندي من فوق. بصوا بقيت السوائل اهي اللي انا كانت فيها البصل والطماطم في نفس البوله دي، هبدا احط كده مكعب كده من الزبده وشويه زيت. تمام، هسيح كده مكعب الزبده في الميكرويف ثانيتين بالظبط عشان ابدا احط بقيه الحاجه اللي انا هحمر فيها. مدام سهير صباح الفل. مدام سهير ازاي حضرتك؟ السلام عليكم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، كله زي الفل. اخبارك ايه؟ كله جميل. استاذنك بس هنوطي التلفزيون عشان تعرفي تسمعينا بس كويس، ممكن؟ حاضر. ماشي يا حبيبتي، على مهلك. صباح الفل يا مدام سهير. طب حاولي تكلمينا تاني معلش. احنا كده حطينا في باقي السوائل اللي نزلت من البصل والطماطم والكلام ده، حطينا مكعب زبدة وشوية زيت. تمام، اهو اهو الزبدة خلاص بتسيح اهي. هحط بقى بقية شوية البشر بتاع الطماطم اللي احنا كنا سايبينه وشوية عصير الطماطم. تمام، مش احنا كنا في الاخر سايبين شويه عصير طماطم شويه بشر طماطم؟ هو ده اللي هنحطه. احط عليه شويه فلفل اسود، احط شويه ملح واقلب كده كل الكلام ده اهو، عشان هي دي اللي انا يعني هحط فيها الفرخه او هدهن بيها الفرخه من فوق الوش كده، وهسيبهم عندي بقى عشان ايه كل شويه كده ادخل اطلعها من الفرن شويه اقوم عامله لها الخلطه دي من فوق. استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا شيخ، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك وازاي كل اللي عندك؟ كله زي الفل والله، كله جميل. كله برنامج ناس جمال وناس محترمين والله، كله زي الفل، كله جميل. الله يخليك، تسلم. الله يخليك، تسلم ايدك والله يا شيخ. تسلم، ربنا يخليك يا استاذ حسين. يعني شكل الفرخه كده يعني صراحه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني فرخه كده بوصفات زمان الجميله دي البسيطه اللي ما فيهاش اي افتكاسات. الاكل اللي بيوحشنا ده. بسم الله ما شاء الله، الله يخليك بجد والله. الله يخليك، كل حلقاتك حضرتك يعني جميله جدا. تسلم، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك، الله يخليك. عند حضرتك اي سؤال؟ والله احنا بنسلم على حضرتك يا شيف والله. الله يخليك، الله يخليك. تسلم، صباح على حضرتك. صباحك زي الفل. الجو ساقع عندكم ولا لسه في اسوان؟ لا لسه والله، بس يعني احسن من الاول. يعني احنا امبارح بالليل كان ساقع عندنا شويه هنا. لا هو بالليل كده بيبرد، بديها برد شويه كده. يلا الحمد بس لله، بس احسن من الصيف شويه، احسن يعني من الحر طبعا اكيد. ايوه. تسلم يا استاذ حسين، شكرا. كله دايما منورانا. الله يخليك، الله يخليك، تسلم، شكرا، ربنا يخليك. عايزه الصينيه بس، محتاجه الصينيه بعد اذنكم. يبقى احنا كده خلصنا خلاص البطاطس بالكوسه، هنبدا بقى نحط فيه عليها هنحطها في صينيه بس اكبر شويه ونبدا نفرش عليها الفرخ دي. استنى كده، شكرا. نوسع كده الدنيا، هجيب بس الصينيه اللي على النار، انا عايزه احطها بس في حاجه اكبر كده واسيبها تستوي براحتها اهو كده. احط البطاطس بالكوسه بالبصل، كل الحاجات اللي عندي في الصينيه كده هفضيها في حاجه بس اكبر كده شويه عشان ادخلها الفرن اهو. انا حطيت شويه ميه كده وانا بتكلم في التليفونات اهو، وهزود برضو شويه ميه كمان عشان البطاطس تستوي كويس اهو. هوزع بس البصل كده بالشكل ده عشان بقى ايه احط الفرخه عليها. عايزين بقى نعمل فرخه 2 3 على حسب بقى انتوا العدد اللي بياكل. هزود كده شويه سوائل كده بالشكل ده اهو عشان البطاطس عندي تستوي، وهبدا بقى احط الفرخه بتاعتي. احط الفرخه بتاعتي كده هنا وهبدا احط عليها السوائل او الخلطه اللي احنا عملناها اهي. بصوا بقى
الزبده مع عصير الطماطم مع شويه الزيت مع الطماطم المبشوره اهو، من وقت للتاني كده ايه ابدا افتح عليها، هفتح كده عليها واقوم دهنها بالسوائل اللي حواليها كده عشان تتحمر اكتر معايا وتبقى مدياني لون حلو قوي. الحشو اللي تحت الجلد هيديها طعم حلو جدا وهيدي طعم للحم بتاع الفراخ، يعني هيبقى مختلف جدا بجد. الوصفه دي من الوصفات اللي انتوا هتحبوها، هي عايزه بس شويه رز بالشعريه كده جنبها والدنيا كلها تبقى زي الفل. تعالوا بقى ايه ندخلها الفرن قبل كده ما نطلع الفاصل، نفتح احسن الفرن، ندخلها بقى الفرن. وغدا النهارده كده خلص محله الرز، خلصتي احلى غدا اهو بالشكل ده. من وقت للتاني هبدا ارفع افتح عليها واقوم دهناها دهنه كده بالفرشه عشان يعني اتاكد ان هي اخذت اللون المظبوط.